مرحبا حبايبي، كيفكن اليوم؟ بدي اعمل انا وياكن حلو كتير كتير فخمة بسيطة ورائعة وكتير كتير طيبة بهيدا الشكل اللي شايفينه. شايفين منا شكل شكله كتير رائع. واو، بهيدا الشكل طبقة من الكيك، طبقة مهلبية، واخر طبقة شوكولا مع بندق. شايفين ما اجملها؟ بتشهي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. هذا الكيك عملته وعملته سابقا انا وياكم عدة مرات، عشان هيك ما عملت لكم الطريقة بالفيديو بالتفصيل لاختصر عليكم الفيديو وما طول عليكم. راح احط لكم الطريقة بالرابط اخر الفيديو. بنحط الكيك على جنب، بنحط حليب بالطنجرة. بسم الله. كوب ونص حليب، سكر، ملعتين طعام سكر، ملعتين طعام نشا، كاكاو، كمان ملعتين طعام كاكاو. حرك تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس بلش يشتد عنا الخليط، هلا بحط 100 جرام من الشوكولا. بنحرك منيح ليدوب عنا الشوكولا. فيكن اذا بتحبوا ما تضيفوا شوكولا، ما في اي مشكلة، بس بيعطي نكهة افضل. بس دابت الشوكولا منيح، هلا بنطفي الغاز وبنحطن على الكيك. بس وزعت الشوكولا على الوجبة هيدا الشكل، هلا بحطهم على المجلى ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبرادة أقل شي ساعة. عنا بندق محمص بالفرن، وكمان عندي 5 معالق طعام نوتيلا. مندوب النوتيلا بالميكروويف. كمان بدنا نعم البندق، حطهم بالكيس. نعمتهم شي خفيف، ما بدي اياهم كتير ناعمين. هذا الشوكولا بس دوبته بهيدا الشكل. هلا شو بدي اعمل؟ بحط البندق فوقهم. بنحركهم منيح. هيدا الحلو كتير كتير طيبة وفخمة. إذا ما عندكم، ما متوفر عندكم البندق، بتقدروا تحطوا بدون البندق لوز. ويلي بحب الجوز بيقدر بحط جوز. هلا بحطهم على وجه الكيك. هيدا الكيك بعد ما جمد عنا منيح، هلا بحط الشوكولا والبندق على الوجه. بسم الله. بنحاول منمدهم بسرعة عشان ما يجمدوا عنا. هوني بعد ما حطيت البندق والشوكولا، هلا بحطهم بالبراد اقل شي نص ساعة. هيدي الكيك اللي عملتها انا وياكم. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.